اخوان راه يطول واحد خونا كيبيع الدجاج ميت، تروح سبارلو سي ما عرفش واش يقول لي. الو الو السلام عليكم. السلام عليكم. يا خويا بخير، كلشي مزيان؟ الله يحفظك خويا. شكون معايا؟ انا صاحب الحاج مصطفى. ايه خويا شحال بالخاطر؟ عرفتي الحاج مصطفى بينا؟ عرفتي؟ الحاج مصطفى مول الصلاكات. ايه الله يحفظك. ايه سيدي مرحبا. شحال داير الدجاج؟ الدجاج اخويا 380 كيلو. دابا حنا راه كنسولوك على الدجاج 100. شنو هو خويا؟ ما داوش لك انا على الدجاج. الدجاج باغي الدجاج الاخر اللي راك عارف خويا. شنو تدخل وتخرج بالهضره؟ اش من دجاج ميت؟ ماشي قربنا الهضره خويا حنا. ما قلتش لك دجاج ميت، انا باقي ما وصلتش معاك دجاج ميت، قلت لك الدجاج الاخر راك عارف. اي شنو هو اللي عارف؟ شنو هو الاخر اللي عارف؟ ما اخويا خويا انت اصلا من طرف من بعد قلت لي الحاج مصطفى. الحاج مصطفى كتعرفو انت؟ معاك المعاشي. المعاشي المعاشي. وشنو هو الكود فينا سيدي؟ راك عارف الزردة بردت. قولي الزردة بردت تما كتعطي نطنك التمام. المهم راه قلنا لك دابا. وخير اخويا شنو عندك تصلاك ولا شنو هو؟ يلا بادي ولا شنو؟ يلا بادي اخويا. لا لا جاب بصح يلا بادي. عندي واحد صناك كنبيع لك شي دجاج. دجاج مشوي وداك الشيء على الفاخر. اخويا شوف نجيك من الاخر الدجاج 380 ما غيخرجش انت كصناك، ولكن اللي خديتي الدجاج عندي راه ماشي شي دجاج، راه مع الزحام ومع هادشي كيتزاحم مع بعضياتو كيموت دجاج صافي كندوزوها. غنحسب لك ثمن زوين، غنحسب لك 15 درهم للدجاجة و50 دجاجة والفوق. وبزاف الحاج ما قالش لي الثمن. انا ومازالش عليا تقول لي بزاف ولا شنو اللي مازالش؟ اسمع انا عندي انت ندير انا وكه الرزق ذاك غتحسب لي كما غتحسب لي كما كتحسب للحاج 7 دراهم الدجاجة فيها جوج ونص ثلاثة وقضي معاها. غنحسب لك 10 دراهم 10 دراهم للدجاجة صافي. قلت ياك والله ما نحيدك من فمك، ولكن فوق من 2 كيلو ونص الفوق ما تعطيش الجوج جوج وقل. كيلو ونص الفوق وانت شوف الا بغيتي كاع تجي قريب ليا للبلاصه فين كاين انا نجيب لك دابا الدجاجه غتشوفها والله ما تحلفش لها انها ميت. صافي ندوز الريحه ديالها وتشوفها ناضيه، عندي طريقتي كيفاش كنخدم بها. صافي ندوز عندك. هاتا النمره ديالي هي هذه، صيفط لي لوكاليزاسيون في واتساب ونجي عندك. يلا انا غنجيب لك دابا شي دجاجه تشوفها وتشوفها كي دايره سمينه وناضيه. صافي ولا شوف راه السناكات ديال كازا كله ما جا ورا كازا وما خرج كازا كياخذ من عندك. يا لا صيفط لي لوكاليزاسيون في واتساب انا نجي عندك. يا سيدي مع السلامه. السلام عليكم. السلام. لا خويا بخير. طلع مرحبا بك. طلع طلع بخير. الحمد لله. بخير. يعني انت كلشي في امان الله. شكون جيت لي لا اخويا حنا غنجيبوها بالريج ديال ميتا وكاك راه شو هادي. الدجاج راه ماشي ميات ولا راه مع الزحام مات. لا انا ما بغيتش وحده، راه بغيت كوس راه شونتيو باش ما تشوفش فيها ريحه الزفوريه ولا ريحه الجيفه ولا حنا راه ماشي ولاد حرام نجيبو ديك الدجاج اللي فيه ريحه الجيفه ولا فهمت اخويا فهمت. شوف ها تبارك الله وهذه ب7 دراهم كلها رباح وتبيع ب 90 درهم في الصناق حتى. وهذه راه الصباح عاد ماتت يعني ماشي ميته قديمه ها الصباح. والدجاج زوين ولكن 50 دجاجه والفوق. انا ما دويش معايا يكون ماشي من طرف الحاج مصطفى والله ما ندير معاك شي حاجه على قول الله اكبر. هو والله الاذان كيأذن راه عاد زاحم الدجاج ماشي ديك الجيفه ديال الجيفه، راه عاد زاحم ومات وبنادم باغا ياكل. عطيه دير مو بنادم ياكل. اش غندير تا صوب من عندك وقاد انا ما بغيتش 50 بزاف عليه انا. يلا به خويا الله يرضي عليك ما ديش معايا حاجه واحده بغيت دير هاد القضيه. 50 دجاجه شحال قاتلات؟ 50 دجاجه في 7 دراهم 5000 7000 ريال جابت. 50 دجاجه ب 7000 ريال صاحبي راه والو، راه بعتيها 7 دجاجات غتبيعهم ب 700 درهم. راه 3 دجاج غير يردوا لك 7000 ريال ديالك. راه 100 درهم دابا الدجاجه فريت كومبلي. راه باش تاخذ 360 ريال ما غيخرجكش الا لما كنتي قانع بهذاك البركه. الا بغيتي شي مونطو كبير ما يربح بزاف راه ما غتخرجش. فهمتك. وراه 90% كتقداو من عندي. هو صافي صاوب لي شي صاوب لي شي 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 30 خويا 50 الله يرضي عليك. هو كنا 50 ماشي بس مرضي عليا. الله يرضي عليك باش مرضي عليا. هو كنا 50 دجاجه والفوق 50 دجاجه والفوق. غيجي الكاميو في الصباح داك الدجاج اللي غيجي الصباح مع الزحام ميت في البلاصه كندوزو عليه مع كيموت ما كاينش ساعتين باش مات. ساعتين باش مات دوزنا عليه. وراه الريسك وحالتنا حاله وماشي
صافي اخويا صافي خلي لي بعدا الدجاجه ديال الدريح انا ماشي المحل ماشي ديال بوحدي انا مشارك لواحد السيد يشوف حتى هو معايا ولا كان باغيني 50 غير من نقول لك حاجه هي السريه اخويا انت راه واعر حتى ما تخافش انا نمرتك الله راه الحاج مطاليا نمرتك الله راه الحاج مصطفى راه كليان ديالي من زمان السناكات ديالو كلهم كياخذوا من عندي صافي حنا نقضي الغرض انا صافي يلاه اخويا في امان نسولك نسول الدجاج ديال هنا ديال هنا سميتو ولا كيجيبو من شي بلاصه اخرى.